السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. مشاهدينا، قبل بداية أخبارنا ننقلكم مباشرة في هذا البثي المباشر لمراسم تشييع جنازة فقيدي الجزائر الشيخ العلامة محمد الشريف جاهر. إذا تابعوا صلاة الجنازة. Yes. C'est bon.
تابعونا جنازة فقيد الجزائر العلامة الشيخ محمد شريف جاهر، والتي حضرها أيضا علماء كبار في من الجزائر مثل الشيخ أيت علجت، العلامة أيت علجت، والذي تمدرس هو الآخر على يد الشيخ جاهر. الشيخ جاهر رحمه الله واحد من كبار فقهاء الجزائر، درس أو درس على عدد من المشايخ في الجزائر والخارج، تتلمذ على يد الشيخ محمد طاهر أيت علجت وكذلك العلامة طاهر بن عاشور، حصل على العالمية في الشريعة من جامع الزيتونة، حصل على العالمية كذلك في الأدب الأندلسي من جامعة بغداد. الشيخ جاهر رحمة الله عليه شارك في أكثر من 20 ملتقى للفكر الإسلامي التي نظمتها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية والأوقاف، كما شارك كذلك في الملتقيات الدولية التي عقدها المجلس الإسلامي الأعلى منذ 1998، بالإضافة إلى المشاركة الدائمة في المناسبات الدينية وكذلك الوطنية. كصور جديدة لتشييع جثمان فقيد العلامة الشيخ جاهر. نعم، إذن كما تتابعون هذه الصور تأتينا مباشرة من أمام مسجد خالد بن الوليد. هم إذن الجمع الغفير الذي حضر هذه الجنازة، سوف ينقل جثمان الفقيد، فقيد الجزائر، فقيد العلامة الفقيد. نعم، الجزائر كلها فقدته. إذن نعم، هو فانوس إذن من فوانيس العلم وكذلك المعرفة. الراحل رحمه الله يعد أحد أبرز علماء الجزائر الذي تتلمذ على يده عديد الشخصيات والأئمة والدكاترة في الشريعة وغيرهم، كما أنه لديه عدة مؤلفات دعم بها طلبة العلم في مختلف تخصصاته. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من أمام مسجد خالد بن الوليد، أين تمت هناك إقامة صلاة الجنازة. الجنازة حضرها أو صلاة الجنازة حضرها عديد الشخصيات من كافة التخصصات والمجالات في الدولة. نعم، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حضر الجنازة بالإضافة إلى شخصيات عديدة سامية في الدولة حضرت هذه الصلاة الجنازة. كيف لا وهو كبار فقهاء الجزائر، درس على يد عدد من المشايخ في الجزائر والخارج من بينهم العلامة الطاهر أيت محمد طاهر أيت علجت. لا ننسى أن الشيخ جاهر يتذكر هو الجزائريون دائما بحضوره المميز في وقفات رؤية هلال سواء كان رمضان أو
شوال، عيد الفطر، وكذلك نعم عيد الفطر، وكذلك رمضان بحضوره المميز في لجنة ثبوت الأهلة من عدمها. نعم